طوال 17 سنة دايماً كان موجود في أي لقطة انتصار أو إنجاز، لو مش هو صنعها فعلى الأقل كان حاضر. دخل التاريخ مع بداية الألفية، لقب الدوري مع الدراويش، وبعدها بسنتين كانت البداية الدولية وبطولة أمم إفريقيا للشباب 2003. من اللحظة دي تعرف اسم فتحي، وفي 2006 كانت بداية جديدة. يتصاب وائل جمعة فيقرر المعلم يشاركه كمدافع في النهائي. هينزل أحمد فتحي مكان وائل جمعة. وأحمد فتحي ما بيقولش للمنتخب لأ، يشارك ويكون من نجوم نهائي كأس الأمم الإفريقية. تعدي السنين ويفضل فتحي دايماً أساسي، سواء مع نادي أو المنتخب. أمم إفريقيا موجود، كأس القارات موجود، أولمبياد بيشارك، وكأس العالم كمان كان حاضر. صلي على الحبيب، فتحي بميت لعيب.